وصلنا على اختلاف الفصول، فرح اختلاف فصول السنة، حيث يشعر بعض الأشخاص بتغييرات في المزاج أو تعب يلاحق أجسامهم طول الوقت دون سبب معين، وقد يكون لتغير الفصول يد في ذلك. ولنتعرف أكثر على أسباب تقلب المزاج مع تغيير الفصول بصرنا أن نرحب بغاليا بغدادي الخبيرة بعلم الطاقة. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يسعد صباحك حبيبتي سالي. صباح الخير، أهلا وسهلا صباح فيك النور عن فرح. جديد. يعني غالية هذا الشهر خصوصا، يعني مثل ما بتعرفي دائما في عبارة انه يا الله وصلنا على ايلول، شهر الكآبة، دائما بخصصوا. يعني بدنا نعرف منك اول شيء غالية، الخريف له علاقة بالكآبة او هو فعلا تغير الفصول بس؟ هلا هو تغير الفصول بس ولا هو شهر كثير حلو ما له علاقه ابدا بالكآبه؟ بس مثل ما حكينا بحلقات ماضيه، نحن اللي بنجذب السلبي لانه بترديد الكلمات. يعني الصيف بتلاقي الناس اللي ما بتحب الصيف، يا الله هلا جاي الشوب، البرد بيقولوا لك هلا جاي البرد، الخريف بيقولوا لك هلا التعب او حتى الطاقه السلبيه. نحن اللي بنجذب هذا الشيء ولا هو ما له علاقه ابدا؟ بس هو وين المشكله؟ المشكله انه ثبت علميا انه كل شخص ولدان بشهر معين بياخذ من طاقه هذا الشهر، فلا شعوريا بيكون بحبه. يعني يلي ولدان بالصيف تلاقي لا شعوريا بحب فصل الصيف لانه ولد يعني تعايش مع هذا المناخ، فانبسط كثير بهذا الطقس بالذات انه الشمس هيك، وظلت هالقصه بباله، ظلت بجسمه، يعني عقله الباطن خزنه. فبتلاقيه بيعشق، بيقول لك بعشق الشمس، بعشق الصيف، بعشق. ويلي بالشتاء نفس الشيء، وحتى اللي بالخريف، لا انتم عم تقولوا شهر كآبه، بس يلي ولدانه بشهر الخريف كثير بتحبوا هذا الشهر. هلا هي اختلاف بين شخص وتاني، بس هو بالعموم شهر الخريف هو بيلعب على جسمنا كامل. فهون اللي الناس بتفكر انه هو طاقة سلبية، هو مو طاقة سلبية، بس هو عندك تغيير الفصول. يعني انت من الصيف للشتاء في هذا الفصل بالذات بيجي هو تكيف جسمك بين هذا الفصل وهذا الفصل، فبتزيد عندك التحسس، بيزيد عندك نشفان بالجلد، هر الشعر. ففي ناس بتنزعج من هذا الشيء، ولا هو فصل مثل اي فصول، بس هو هذا الفصل كثير مهم لانه بيعمل تهيئه للجسم. هلا تخيل انت لو ما في خريف، كنتي هلا مثل هيك شمس وشوب كثير، وفورا يجيكي برد وتنزل مطر، شو بصير بحاله اجسامنا؟ يعني مرض اكيد. يعني فهيك نحن هذا الشهر الخريف بيعطيكي تكيف، يعني بتبلشي تفوتي بالشتاء درجات، بس انه مشكلته بالشغلات اللي بتصير بجسمنا. يعني هو بالفعل تغير. بيعمل كثير نشاف بالجلد، ببلش التقشير، بيصير كثير على طول جسم ناشف عم يقشر، الشعر كثير بهر، في تعب، يعني بتحسي تعب عام بيساوي حتى طاقتك بتحسيها شوي خمول. نازله، تمام. وهذا شيء طبيعي، نحن بندعم هذا الشيء بالتغذيه. يعني لازم هلا هذا الوقت نكتر كتير شرب مي، نكتر الخضرة، نكتر الفواكه، الخضرة اللي بوقتها. يعني أنا بحكي على طول بشي اللي بوقتها مو مفرز، فهذا شوي بيدعم هذا الشيء اللي عم بيصير معنا. يعني مثل ما قلتي يا غالية انه مثلا شهر ايلول هو ما انه مفروض يكون شهر كآبة، الاشخاص هي فيها تجيب الطاقة الايجابية سواء كان بايلول او بتشرين او بباقي الفصول. خلينا نحكي اكثر عن علاقة الهالة اللي بيشكلها الشخص مع ايام فصول السنة، بالخريف، بالربيع، بالصيف. تمام. هلأ كل شخص وله هالة معينة، تمام، بتختلف بين شخص وشخص، حتى بين فصل وفصل. هلأ بتحسي الهالة اللي الشخص بيكون بفصل الصيف بتحسي هالته كتير بتكون أخذ من هذا الفصل، بتحسي كتير عصبي أول شيء، هو فصل عن جد بيعمل حركة، بيعمل عصبية، فبتحسي أكثر الأشخاص هالتهم عصبية، ناري على طول، عنده حركة زايدة، تفكيره كتير هيك، ومجرد ما انه فصل صيف بتحسي هالتك فورا بتشع بالالوان وبتشع بالسياحه، وبتتذكري فورا البحر والجبل وهيك. مجرد ما ذكرتي انت الاسم فورا بيخطر لك هذا الشيء. يعني مثل هلا عندك فصل الشتاء، مجرد ما ذكرتي ما حكيتي فصل الشتاء بتحسي هالتك نوعا ما بتتغلف، بتغلفك بشيء بيعطيكي حنان، بيعطيكي السكينه، بيعطيكي الهدوء، لانه فصل الشتاء مثل ما بيقولوا هو هيك بيعمل لك كنكنه، تمام. بتتذكري فورا بيخطر بالك الصوبيا شعله، صوبيا المانزوت، الكستنة على الدفايه، البطاطا، يعني فورا بتروحي لهالاجواء. وفي شيء ثاني كمان سلبي بيخطر ببالك انه الصحه، لانه طول ما احنا قاعدين بنبلش ناكل، فكمان هذا الشيء بيخطر. يعني كل فصل فورا بيعمل لك هاله معينه لو ذكرتي. يعني هلا نحن مو بفصل الشتاء، بس مجرد ما ذكرتي بتحسي بهذا الشيء، بتحسي وكانه حدا حضنك او شيء، لان تماماً. هالته بتصير هيك انه كنكنه هيك.
فكل فصل عن جد له يعني ميزته الخاصة. تمام فرح، يعني حتى احيانا بتشمي ريحة الطقس، يعني تمام. انا بتشمي انه بلش الشتاء انا شميت ريحة الشتوية. تماما يعني الكلمة اللي دائما بنقولها قد ايه غالية، خلينا نقول لكل واحد، ما بدنا نقول بس في له طاقة وبيشع هو بفصل معين، لا كمان له طاقة انتاجية بالعمل، كل فصل ممكن يواتيه، خلينا نقول نحن مثل ما بنقولها بالعامي انه مثلا انا فصل الصيف بيواتيني اكثر من الشتاء، ممكن اشتغل اكثر من الشتاء. وفعلا يعني سالي انا واحدة من الناس اللي كتير بحب الصيف وجو الصيف، وبحس انه فعلا إن عندي قدرة انتاجية اكتر بكتير بالعمل من باقي الفصول، فقد فعلا هذا الشيء صحيح؟ هلا هذا الشيء اكيد صحيح، مثل ما قلت بالبداية هلا بتتكيفي انت مع هذا الفصل، احتمال يكون يا انت من مواليد هذا الفصل او بالصيف يعني، يا اما انت طبيعة جسمك قابلة او بتتقبل الحرارة اكتر من البرد. هلا الاشخاص اكتر الاشخاص اللي بيكرهوا فصل الشتاء هن اللي بتحسيهم بيعانوا من امراض او بيكون في فقر دم او شيء، بتحسهم بيكرهوا الشتاء تماما لانه بيعمل لهم طاقه سلبيه قويه، بتنزل طاقتهم كثير، ما لهم حيل يقوموا من تحت الفرشه حتى، بدهم يضلوا مضغطين وقاعدين، هذا بيزيد السلبيه عليهم. هلا المفروض قد ما كان برد، قد ما كان اجت الشتويه قاسيه، المفروض بدنا نقوم بكير، بدنا نفتح البيت، بدنا نهويه، يعني ما بيصير انه والله برد خلص مسكرين قاعدين، يعني بتلاقي هذا اكبر غلط بيعمله، لازم الطاقة. تماما يعني بيسكر الطاقه، يعني هو فصل لحاله بيعطي شوية برود للإنسان، حتى برود بدك تطلعي من البيت، بدك تفكري، بدك تعملي أي شيء بدك تفكري، فلازم لا نكسر هذا الحاجز، تطلعي تفوتي تهوي بيتك، توقفي تهوي البيت، تفتحي تعملي نشاطك العادي، حتى دوشك قد ايه بيكون الطقس بارد، الدوش ما لازم نعمله بمي كتير كتير سخنة، نعمله شوي معتدل، المي تكون فاترة فتور، كمان هذا بيعطيكي نوع من النشاط، بتحسي طاقة جسمك هيك تنشطت أو فردت، بتطلعي على فصل الشتاء بتحسي حالك مانك مزعوجة أبدا لان انت متهيئه لهذا الشيء. تمام، يعني غاليه مثل ما حكيتي احيانا الانسان هو بيتغلب على جميع السلبيات، كيف اذا كان مثلا بفصل الشتاء مثل ما قلتي في عالم بتحب تضلها مكنكنه وما تطلع، فدائما خلينا نحكي على الالوان، الالوان الشتاء والوان الصيف. تمام، هلا اكيد الالوان الصيف، مجرد ما قلنا صيف بيخطر على بالك الالوان الفرحيه على طول، السماوي، الزهري، التركوازي، الاحمر، الاخضر، هدول الالوان الصيفيه عن جد يلي بيعطوا حركه، مجرد ما قلنا شتاء بتروحي فورا للالوان الغامقه، يعني اللون الغامق لانه بيعطيكي دفء، فمشان هيك نحن تلقائيا بنروح للالوان الغامقه، يعني من الاحمر بننقي الخمري، من الاصفر بننقي الاصفر الغامق كثير يلي بيعطيه درجه السبب. لانه بيعطي دفء على طول، الالوان الغامقه بتعطيكي دفء، الالوان الفاتحه بتحسي بتعطيكي انفتاح وطلعه وهيك، يعني بيعطيكي جو، مجرد ما حكينا لو لون سماوي فاتح بتتذكري البحر، فلحالك بترطبي يعني انه بحر وهي. فبشان هيك نحن بالشتاء بنختار على طول الالوان الغامقه، يعني كل الالوان فينا نلبسها بس ننقي اللون اللي بيجي شوي غامق لانه بيعطيكي عن جد دفء وبيدعمك، يعني بتحسي فهدول الالوان حلوين عن جد. هلا حتى هن بالشتاء حلوين، الزيتي، الخمري، هدول الالوان كثير حتى بيدعموا طاقتك، حتى بالطريق بتحسي حالك انه عاطيكي شيء من مثل ما بيقولوا الطاقه الحلوه. يعني هلا مثلا بالشتاء لما بتلاقي وحده لابسه ابيض شو بنقول؟ والله بردنا، يعني تحسي مع انه لو بيكون يا مثلا جوخ يمكن تكون لابسه بس ابيض، الا ما تحسي انه في شيء منه ظابط سبحان الله، لانه في الوان يعني هي لشهره او خلقت لشهره. تماما نعم، اكيد اللون الاسود كمان مثل ما بيقولوا هو ملك الالوان، ملك فكيف الألوان. اذا كان بفصل الشتاء غالي قد ايه فعلا هو بيعطي يمكن قلق للشخص يلي لابسه، غير الدفى يلي كنت عم تحكي عليه. تماما، لانه هو اللون الاسود خطر كثير انه نلبسه بالصيف، لانه هو لون ماصل الطاقه، فماصل قصدي لاشعه الشمس، بس يمصل لاشعه الشمس فبيعطيكي حراره زايده. بالشتاء كثير منيح لانه بيكون الشمس شوي طالعه قليله، بتلبسي الاسود بيمتصه اللون الاسود فبيعطيكي هذا الدفى، يعني بتحسي حالك انت دفياني عن جد، بيعطيكي دفى مجرد ما لبستي هيك الوان بتدفي لحالك، اما الالوان الفاتحه لا بتعطيكي بتحسي حالك عم تبردي، يعني بتعطيكي بروده، فبشان هيك الالوان حتى بتلعب كثير دور قوي.
يعني غالية بدنا نتشكر وجودك معنا، وجودك أيضا بيعطي طاقة لإلنا ولكل اللي عم بيتابعنا. نتشكر وجودك معنا وإن شاء الله مواضيع تانية بترافقينا فيها ضمن صباحنا غير. حبيبتي تسلمي، شكرا كثير لك غالية وللمعلومات اللي قدمتي لنا إياها. حبيبتي تسلمي. لهون مشاهدينا بنكون وصلنا لختام محطتنا الصباحية لليوم يلي تضمنت محطات عديدة عن الأنشطة الثقافية والفنية اللي عم يشهدها نبض الشارع السوري. لكل المواضيع يلي بتحبوا أن نسلط الضوء عليها بإمكانكم تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. أكيد موعدنا بكرة بيتجدد كل يوم الساعة 9 الصبح. اليوم لبكرة تبقوا بألف خير، نهاركم سعيد ونهارك سعيد سالي. نهارك سعيد يا فرح، وبنتمنى نكون قدرنا نحقق خلال مشوارنا الصباحي معلومة أو فكرة جديدة فادتكم بحياتكم، وأكيد لتطلعوا على آخر الأخبار وأبرز الأحداث ابقوا برفقة شاشة الإخبارية السورية بتغطيتها على مدار الساعة. ولكل حدا حابب يشاركنا بفكرة ما إلكم إلا تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. مني ومن جميع كادر الإخبارية السورية تبقوا بألف خير وباي باي. فصل عن جد بيعمل حركة، بيعمل عصبية، فبتحسي أكثر الأشخاص حالتهم عصبية ناري على طول، عنده حركة زايدة، تفكيره كتير هيك، ومجرد ما أنه فصل صيف بتحسي هالتك فورا بتشع بالألوان وبتشع بالسياحة وبتتذكري فورا البحر والجبل وهيك. مجرد ما ذكرتي أنت الاسم فورا بيخطر لك هذا الشيء. يعني مثل هلا عندك فصل الشتاء، مجرد ما ذكرتي ما حكيتي فصل الشتاء بتحسي هالتك نوعا ما بتتغلف، بتغلفك بشيء بيعطيكي حنان، بيعطيكي السكينة، بيعطيكي الهدوء، لأنه فصل الشتاء مثل ما بيقولوا هو هيك بيعمل لك كنكنة. تمام، بتتذكري فورا بيخطر عبالك الصوبيا شعلة، صوبية المانزوت، الكستنة على الدفاية، البطاطا، يعني فورا بتروحي لهالأجواء. وفي شيء تاني كمان سلبي بيخطر ببالك انه الصحة، لانه طول ما احنا قاعدين بنبلش ناكل، فكمان هذا الشيء بيخطر. يعني كل فصل فورا بيعمل لك هالة معينة لو ذكرتي. يعني هلا نحن مو بفصل الشتاء، بس مجرد ما ذكرتي بتحسي بهذا الشيء، بتحسي وكأنه حدا حضنك او شيء، لان هالته بتصير هيك انه كنكنة وهيك. فكل فصل عن جد له يعني ميزته الخاصة. تمام فرح، يعني حتى احيانا بتشمي ريحة الطقس، يعني تمام. انا بتشمي انه بلش الشتاء، انا شميت ريحة الشتوية. تماما يعني الكلمة اللي دائما بنقولها قد ايه غالية. خلينا نقول لكل واحد، ما بدنا نقول بس في له طاقة وبيشع هو بفصل معين، لا كمان له طاقة انتاجية بالعمل، كل فصل ممكن يواتيه. خلينا نقول نحن مثل ما بنقولها بالعامي انه مثلا انا فصل الصيف بيواتيني اكثر من الشتاء، ممكن اشتغل اكثر من الشتاء. وفعلا يعني سالي انا واحدة من الناس اللي كتير بحب الصيف وجو الصيف، وبحس انه فعلا انه عندي قدرة انتاجية اكثر بكتير بالعمل من باقي الفصول. فدي فعلا هذا الشيء صحيح. هلا هذا الشيء اكيد صحيح، مثل ما قلت بالبداية، هلا بتتكيفي انت مع هذا الفصل. احتمال يكون يا انت من مواليد هذا الفصل او بالصيف يعني، يا اما انت طبيعة جسمك قابلة او بتتقبل الحرارة اكثر من البرد. هلا الاشخاص اكثر الاشخاص اللي بيكرهوا فصل الشتاء هن اللي بتحسيهم بيعانوا من امراض، او بيكون في فقر دم او شيء، بتحسهم بيكرهوا الشتاء تماما لانه بيعمل لهم طاقه سلبيه قويه، بتنزل طاقتهم كثير، ما لهم حيل يقوموا من تحت الفرشه، حتى بدهم يضلوا مضغطين وقاعدين، هذا بيزيد السلبيه عليهم. هلا المفروض قد ما كان برد، قد ما كان اجت الشتويه قاسيه، المفروض بدنا نقوم بكير، بدنا نفتح البيت، بدنا نهويه. يعني ما بيصير انه والله برد خلص مسكرين قاعدين، يعني بتلاقي هذا اكبر غلط بيعمله، لازم الطاقة. تماما، يعني بيسكر الطاقه. يعني هو فصل لحاله بيعطي شويه
برود للإنسان، حتى برود بدك تطلعي من البيت بدك تفكري، بدك تعملي أي شيء بدك تفكري، فلازم لا نكسر هذا الحاجز، تطلعي تفوتي تهوي بيتك، توقفي تهوي البيت، تفتحي تعملي نشاطك العادي، حتى دوشك قد ايه بيكون الطقس بارد، الدوش ما لازم نعمله بمي كتير كتير سخنة، نعمله شوي معتدل، المي تكون فاترة فتور، كمان هذا بيعطيكي نوع من النشاط، بتحسي طاقة جسمك هيك تنشطت أو فردت، بتطلعي على فصل الشتاء بتحسي حالك مانك مزعوجة أبدا لأن أنت متهيئة لهذا الشيء. تمام، يعني غالية مثل ما حكيتي أحيانا الإنسان هو بيتغلب على جميع السلبيات، كيف إذا كان مثلا بفصل الشتاء مثل ما قلتي في عالم بتحب تضل مكنكنة وما تطلع، فدائما خلينا نحكي على الألوان، الألوان الشتاء وألوان الصيف. تمام، هلا اكيد الالوان الصيف مجرد ما قلنا صيف بيخطر على بالك الالوان الفرحيه على طول، السماوي الزهري التركوازي الاحمر الاخضر، هدول الالوان الصيفيه عن جد اللي بيعطوا حركه، مجرد ما قلنا شتاء بتروحي فورا للالوان الغامقه داكي. يعني اللون الغامق لانه بيعطيكي دفء، فمشان هيك نحن تلقائيا بنروح للالوان الغامقه، يعني من الاحمر بننقي الخمري، من الاصفر بننقي الاصفر الغامق كثير يلي بيعطيه درجه السبب؟ لانه بيعطي دفء على طول، الالوان الغامقه بتعطيكي دفء، الالوان الفاتحه بتحسي بتعطيكي انفتاح وطلعه وهيك، يعني بيعطيكي جو، مجرد ما حكينا لو لون سماوي فاتح بتتذكري البحر فلحالك بترطبي، يعني انه بحر هو، فبشان هيك نحن بالشتاء بنختار على طول الالوان الغامقه، يعني كل الالوان فينا نلبسها بس ننقي اللون اللي بيجي شوي غامق لانه بيعطيكي عن جد دفء وبيدعمك، يعني بتحسي، فهدول الوان حلوين عن جد، هلا حتى هن بالشتاء حلوين، الزيتي الخمري هدول الوان كثير حتى بيدعموا طاقتك، حتى بالطريق بتحسي حالك انه عاطيكي شيء من مثل ما بيقولوا الطاقه الحلوه، يعني هلا مثلا بالشتاء لما بتلاقي وحده لابسه ابيض شو بنقول والله بردنا، يعني تحسي مع انه لو بيكون يا مثلا جوخ يمكن تكون لابسه بس ابيض الا ما تحسي انه في شيء منه ظابط سبحان الله، لانه في الوان يعني هي لشهره او خلقت لشهره تماما. نعم اكيد اللون الاسود كمان مثل ما بيقولوا هو ملك الالوان، فكيف اذا كان بفصل الشتاء غالي قد ايه فعلا هو بيعطي يمكن قلق للشخص يلي لابسه، غير الدفى يلي كنت عم تحكي عليه. تماما، لانه هو اللون الاسود خطر كثير انه نلبسه بالصيف، ليه؟ لانه هو لون ماص للطاقة، فماص قصدي لاشعه الشمس، بس يمص لاشعه الشمس فبيعطيكي حراره زايده. بالشتاء كثير منيح لانه بيكون الشمس شوي طالعه قليله، بتلبسي الاسود بيمتصوا اللون الاسود فبيعطيكي هذا الدفى، يعني بتحسي حالك انت دفيانه عن جد، بيعطيكي دفى، مجرد ما لبستي هيك الوان بتدفي لحالك، اما الالوان الفاتحه لا بتعطيكي بتحسي حالك عم تبردي، يعني بتعطيكي بروده، فبشان هيك الالوان حتى بتلعب كثير دور قوي. يعني غالية بدنا نشكر وجودك معنا، وجودك أيضا بيعطي طاقة لنا ولكل اللي عم بيتابعنا، نتشكر وجودك معنا وإن شاء الله مواضيع تانية بترافقينا فيها ضمن صباحنا غير. حبيبتي شكرا كتير لك غالية وللمعلومات اللي قدمتي لنا اياها. شكرا.